يوجد في قريتنا شيخ تجاوز 100، بعد صلاة الجمعة يذهب الناس إليه ويقبلون يده، هل هذا حرام أم جائز؟ إذا كان هذا من باب السلام والتقدير فلا بأس بذلك لكبر سنه، وهذا مشروع، إجلال الشيبة المسلم إجلاله واحترامه مشروع، أما إذا كان تقبيل يده من باب التبرك به فهذا لا يجوز. نعم.